اليوم الحمد لله تم قص شريط معرض ماريا الفلسطينية منتجع الشاليهات السياحي القاعة الملكية. عندنا عديد من الأهداف بنحققها، بدعم المرأة الريادية، بدعم الأنامل الفلسطينية، دعم المشغولات اليدوية والتراث الفلسطيني، أيضا عندنا تحريك باكورة وعجلة الاقتصاد الفلسطيني، أيضا دعم الرياديين عبر السوشيال ميديا المقروءة والمرئية والمسموعة، أيضا توفير أنواع تسويق لدى منتجات الرياديين والرياديات عبر أرض المعارض اللي بنقدمها للرياديين والخريجين أيضا والعائلات بالفقر المدقع. بننهض فيهم تفكير من خارج الصندوق ليبدعوا، يبقى انا منهم الفلسطينيه. وطبعا لدينا شركات كبرى تدعم الشركات الصغرى والمشاريع الصغرى.